يسقع. اقول لك اقطعهم يعني اقطعهم انا الاثنين اللي سووا فيني خرابه. احكم تعالي نزار انا اقطعكم انا اتفكم سويتوا فيني خرعة عمري ما اخترعتها كلها منك انا ايه لا انت منك انت منك, منك انت ليش ما خليت نروح باص واحد لا شو تقول قبل السواقين ما اعرف احد يا ابن الحلال ما اعرف احد وي 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 ويا ملايش الرجال من سمع كلمه البر تقولين ين مستخف اللهم يا كافي فجأة كذي ركض صاب الباب وقام يقول إيه هذا هو المشروع هذا هو المشروع يعني أقول له بنشمي لما أبو ركض قال بس كلمة المشروع ما قال كلمة ثانية معاها إيه يعني مثل شنو يعني سجن شرطة مركز توقيف أي شيء لا 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 ما قال أي شيء قال بس كلمة المشروع الحمد لله وشكر الحمد لله وشكر هاي دازها لي واحد من ربع دازها لي من عمان اسمع اسمع ابو سيف شو يقول يقول لك بقولها مثله كاتبها كذي يلا اوكي شو الفرق بين التفاح والدود ايوه شو الفرق بين التفاح والدود احكي لك كلمه يا زلمي ها الله ابو صالح ما مرت علي يا ابو انت فرق وايد يا ابو شنو الفرق بين التفاح والدود اخلص ما لهم شغل ببعض لا مو ما لهم شغل ببعض يقول لك التفاح بيدود لكن الدود بيتفحش حلوه 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 شاك علينا اليوم ذبحتنا من الضحك اسمع اسمع هذه لا هذه لا صعبة اقول لك انا كذي انا احب الضحك انا احب اضحك حتى لو في اسوأ حالاتي يعني انت الحين بأسوأ حالاتك انا الحين يا ابو صالح بأسوأ حالات الفرح انت شفيك ما تمنى لي الفرح لا بالله اتمنى بس خلاص عيل تكفى يرحم والديك ترى انت ريال صايم مصلي ذاكر ربك ادعي لي يا معود جد الله يوفقني ادعي لي تكفى انت دعواتك واحده بواحده ادعي ان الله سبحانه وتعالى يفرجها علينا بالاول ثم ان شاء الله يا رب يا الله يا رب يا رب انك تفرجها تفرج 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 ان شاء الله تفرج امين يا رب العالمين الحمد لله شنو ايش فيك بعد سامحوني يا جماعه انا اترخص ترى منو يعني مسج من ام خالد ودي الجمعيه اي جمعيه لحظه شوي انا ما حبيت اطفل على تلفونات الناس بس تكفى تلفونك بس ما اشوف ايش كاتبت لك شنو جمعيه تقص على منو انت اسمع احضر حالا يا ابو لا ايش اسوي وضعته كل مسجات ام خالد احضر حالا اسمعوا لي غم الله روح عمي روح لا تنام بالشارع اليوم روح بس مسكين مسكين ابو خالد الا ما قلت لي باصاتك وسيارتك الجديدة ما تشوفهم الحكي هذا ماخوذ خيره بولايش بولايش اصلا مشروع بروحه وبروحه مشروع يمشي على الارض عفا عليك بس باصات ما باصات يا معود شلك بالاسئله هذه يعني عندك شيء بتقوله نعم عندي شيء بقوله اقول قومتك وصبتك حق الشاي الا اكو شيء عندك بتقوله قول ابو صالح خابر الخيام اللي كانوا عندك يوم بغينا نروح القنص الصومال ذيك السنة وبعدين اختلفنا صار في اختلاف بيني وبينك في وجهات النظر ايه يوم بغينا ناخذك طباخ حق الربع ايوة يوم بغيتوا تاخذوني طباخ حق الربع عدل وقتها يعني شوي زعلتوني انت وكان تذكر صارت في شوية اختلافات وهذا بس عقب المهم انسى انسى انا ما ابي ارد مرة ثانية الجروح هذه كلها وارد الماضي انسى اللي طاف هذا كله المراد غير وش تبي ها قلت لي وش تبي عمي الخيام هذيل انا بغيتهم بغيتهم ايه وش حقه أكو أختكم لايش حبيبة قلبكم نشمي حريم طاقة براسهم بيطلعون كشتة ها كشتة إيه كشتة بعد تدري حريم حكرة البيت ما يطلعون مكان مساكين ودهم يروحون يستانسون شوي يوسعون صدورهم عرفت شلون وغير عن كذي أنت زعور
نروح ونجيب ونقعد واتفحم كستنا على كيف كيفك. يعني أنا أقدر أجيكم وأنام عندكم بالبر؟ ما نمنعك عن الشون. يا تنام، ليش ما تنام؟ ونتمشى بالبر. ونتمشى بعد. هاي وصالح، وإيش قلت؟ تعطينا الخيام. وأنا اللي أنصبهم وكل المصاريف علينا. يلا يلا يلا. يعني انا لو الحرمه كان انا من زمان قطعت الخلفه مو ليا. انت شو لا تخرعيني؟ انت قاعد تناديني؟ المهم حبيبي اللي ابي منك طلب كذي بسيط وحلو. يلا ذهبوا نفسكم، نبي نكشت. نكشت في منو؟ انت كلمت تكشتين بالعالم؟ انت تقول يا بابا نبي نكشت بروح البار. انا بروح البار؟ اي وهناك تجينا الف فكره وفكره. لا والله، تبي نهد بيت واروح البر عشان يبوقونه؟ البيت هم لقينا له حل يا بنت الناس. انت ما عليك الا شغله واحده بس، تزهبي لي شويه كنابل وبطانيات عن البرد هناك. زين زهبيهم ونتوكل على الله. يلا انا بروح وبرد، ابي القاك تكونين جاهزه ان شاء الله. يلا يلا ها ها، خل تزهب هذه بعد كم كمبل حق القرباغه. ها حولي يا حولي، وينك يا حولي؟ نعم. ايش قاعد تسوي؟ انا قاعد اجهز الاغراض، اجهز الكنابل والفرش، كلهم قاعد جاهزين ان شاء الله. اي قواك الله. شوف نعم، شفت الكنابل هذيله؟ اي نعم. ها هذيله بالبر ليت لحد فيهم يبخون علي من الدفا. عمي انا اروح معاكم. استح على وجهك، وين تروح ويانا؟ احنا اللي بنروح عوايل وبعدين عن الحنه، لا يكون هم يهونون ولا يغيرون رايهم. لا تشوف شيء مني عمرك ما شفته. يلا سيار. ايه يا ابن شوي بشبع من شوفتك. ايه على الله اقدر اشوفك واتمشى وياك يا ابو صالح في الهوى الطلق. بس اخاف الجماعه يمنعوني ويحطون خيمه بعيده عن خيامنا. كل شيء يصير منك يا ابو لايش، اثارك مو هين. مطبخ، بعدين تروح ويا العمال وتثبت المكان، بعدين مثل ما وصيتك تسوي كل اللي قلت لك عليه. روح على امرك عمي. عمي وابو لايش هي كل شيء جاهز؟ مو علشان يا الخبل، علشان حبيبتي ام نشمي. روح على امرك. كل شيء علشانك يا ام نشمي.
يهون يا حبيبة قلبي يا حبيبة. أم نشمي يلا تأخرنا ترى دقيقتين وواصل الريال. يود يلا حطوا اغراضكم كلها مو تنسون شيء ترى ماني خلق اوصل هناك بعدين ارجع يلا حطوا الجدر عجل طلع الملاس بلا بالناس بلا هذا اركب يلا صارخ الحين بركب ليه حاجيك انا بروح اغير هدومي مع البرد كذي ما ينفع عدل كابي وين حطيتيه بالكبد فوق بالكبد فوق بالكبد فوق بدال ما تروحين تجيبينه وتيه لكن ماكو اجل ركبوا ركبوا السياره لا تحطمها القهوة وقواري الحليب وي أبي أنا ويا منشمي فكينا هالراديو هذا وقامت تغني لنا أم كلثوم هذه ليلتي ولا فكينا صوت السحاب يلا أكبر إيه وانت جابلين أنا ويا حبيبة قلبي شوف أنا هذا حولي وصار وياها ليروح عليه الوقت بشر وصار وياك كل شيء تمام على كيف كيفك على كيف كيفك عمي لا كل شيء سووا العمال نعم عدلوا الخيام وسووا ستلايت وسووا الحمام تكرام وكل شيء اوكي على كيف كيفك نعم عمي زين عمي انا بحاسب العمال عشان يبي يروحون إنزين وبعدين عمي أبدك على بولايش علشان أدلي عنوان المخيم عشان فيي إن شاء الله إن شاء الله حاضر عمي بس بسرعة أنا بيي الحين بيي بعد شوية بس أخلص أحاسبهم وأعطي هذا عمي العنوان ويجي يلا يلا فما الله عمي فما الله توهقنا كذي احنا هالشول هالصحراء وين مخيم ملو خلنا ندق على حولي لحظه خلنا ندق على حولي الو حولي معي حولي احنا هني بالبر عمي تو اي صوب وين موقعكم وين اي صوب اي مكان ايه انت واقف وين واقف شاب الفليشر اي صوب اي هذا انت عالشارع شاب الفليشر عشان اتاكد طفل الفليشر بس عرفتك من عيونك يلا جايينك يلا جايينك انطرنا ها يلا جحافل يلا بابا يلا كا حولي ناطرنا يلا بابا يلا يلا
احمد. يبا حط بوش. حط بوش يبا. يبا لا ترجع قري. ايش بيك يبا؟ بتدعمنا؟ حط بوش. يبا بوش. يبا طيوش اختنق. يبا يلا تسعي كوبا تسعي. يلا يلا كلنا كلنا كلنا. يلا يلا يلا. ايوه هي عشو عشو. ما قصر عم ابو صالح، ما قصر حيل. ضبط المخيم فوق حدر. نعم شيل المطبخ كله ابو عيل. شلون اكيد بيشيل المطبخ ما دام يدري ان حبيبته بهالمخيم. ابو صالح يحبني ويموت فيني. انا عيونه، انا قلبه، انا قطوته المدلله. لا ما يقصر، عمره طويل والله. زين سويت لما يبنى البر. ايه على الاقل نقعد هني نوسع صدورنا. ايه ونغسل قلوبنا ونشوف اللي نحبهم نسولف وياهم ويسولفون ويانا. ما اعتقد راح اخليها توطوط صوب وصالح طالما انا موجود. شيء بدون اذني لا. زين تسوي شو فيها الكهرباء؟ ما ادري، يمكن ترشيد. اي ترشيد؟ ترشيد بالصيف ولا بالشتاء؟ لا بشرك الحين صيف وشتاء. باشر تلقى الساعة هالكبر زاوية التلفزيون حق التخرع. بس خلا أروح أشوف شو السالفة. يروح روح. ريف طفت الكهرب. حسرتي يبا. روح طبا يبا. استاحش من الظلمة، قوم شغل الكهرباء. يبا 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 مو وقت الجرابيع، انا عقدتي الجرابيع بتالي الليل. يبا انا خايف بهالظلمه يطلع لي بعبوع. يطلع لي شنو؟ بعبوع. منو؟ بعبوع يبا. بعبوع. خلنا اروح اشوف الماكين، اكو شيء طايح علي. خلنا اشوف الماكينه. يبا يبا بكم فيك يبا. اكو شنو هذا؟ شيل زندك. يخرب بيتك ولك زندك بعبوع انت. خلنا اروح اشوف الماكينه واخر لا ادوس عليكم. واخر يما. هاي يما. ابوي لهالدرجة وحش ما يخاف من البعابية؟ لا ما يخاف يا يما. بسم الله عليكم يا يما. بسم الله. حبي شغلة حبي شغلة. يلا يلا يلا. الماكينة المضروبة هذه، وهذا حولي ما يدور له شيء رخيص يبه لنا. شنو سيارة دشت؟ يبو ابو صالح وحولي باشت الحاس والميكر شفوكنا. بولاي هسه ماشر الكهرباء طافية. الله يهداك بعد يا ابو صالح، ما جيت الا الحلسه. اي وش فيها تو الناس؟ وين العالم؟ العالم نامه وشخري. وانا ايش علي من العالم؟ المهم حرمتي قاعده ولا نايمه؟ ها؟ يعني بالله الحين من صجك حرمتك بتكون قاعده وما خليك انت تدش عليها؟ من صجك انت لهالدرجه انا عديم ذوق؟ لكن يبا ما شافوا هالجو الحلو هذا والنسيم العليل داخوا حطوا راسهم وناموا. انا اقول
عين الله خير، روح نام بيتكم الصبح، تعال شوفها، تعال شوفها اول ما تقعد من النوم. اكو حريم لما يكونون نايمين ويقعدون من النوم يصيرون نعل، فشوفها اذا نعال البسها واطلع، لكن اذا حلوه لا تزوجها. يلا تصبحون على خير. بولاي بولاي، ها شلامه دراني عمي، انا ايش دراني انت قاعد تحاكي ولا تحاكيني؟ ما تشوفي ما صدقين عاد يا ملايش، لو بصالح بالمخيم هني كان ما تنقطع الكهرباء مولية. ها بشر جت الكهرباء؟ لا ما يه دقيت عليك قلت له تعالي حولته بيجر ما يات. ولا تحاتي عندي رقم اختها. ترى ذبحتونا انتوا، شنو الرقبه يا ابن العيال؟ صار لي ساعه هناك عند الماكينه ولا واحد فيكم يتحرك ساعدني ولا شيء. عندكم سراي؟ اي سراي من وين؟ اوه ما عندكم سراي بعد؟ مصيبه كذي اخ يا الله. يعني شلون يا ابو لايش بنقعد كذي بدون كهرباء؟ ما راح تصلحونها؟ خلكم كذي، مو حاسين بوجودي بينكم، مو حاسين بمكانتي، مو حاسين بنوري واطفاء نوري بهالمكان. ترى ما حد فاكرنا غيرك انت، تدري ولا لا؟ ما حد فاكرنا غيرك. نوري وين نوري؟ اي نورك؟ اي نورك؟ ثلاث ارباع المخيمات اللي حوالينا طفوا والسبع انت يا الفقر. خلاص خلاص انتوا مشوا نفسكم الليله كذي من غير كهرباء، وباكر ان شاء الله يصير خير. يباه وحطباه يباه، حرام عليك، نبي نرقص، قوم شغل الكهرباء. حبيبي والله جايين رقصات انتوا هنا المخيم، مو رقصات جايين عشان ترقصون. شنو جايين ترقصون ولا جايين تشتغلون انتوا؟ نشتغل؟ ايه تشتغلون شغل من باكر شغل، ولازم تشتغلون معاي. خلاص اكو شغله مهمه وانا مساهم فيها، لازم انتوا تساعدوني فيها. لقيت مشروع؟ اي مشروع صغير كذي، ان شاء الله الله يوفقنا فيه ان شاء الله. بو صالح زين، يعني المخيم يا انا صديته، قلت له لا تمرض يعني امشي حرك من هنا. صدق عاد ما حسيت فيك. انت من متى حاسه فيني؟ انت وعيالك هذول اصلا انا شنو؟ انا بعوضه بحياتكم، انا ولا شيء، ريل طاوله مكسوره بالدنيا، انتوا تحسون فيني انتوا؟ وي ابو لايش عاد يوز من هالحكي، لا تحكي كذي معاي. يا معودة يا معودة، الحين هنا الحين طلع الحب، انت بنطلع نطلع الخيمة مدري وين، فيه مدري بر، على طول تحبيني. سمعي خل اقول لك شيء، قولي حق عيالك هذيلة هالجحافل خلي ينامون عند باب الخيمة برا. يلا صدق بتنامون عند باب الخيمة؟ ينامون عند باب الخيمة، ينامون عند باب الخيمة. احنا ببر، احنا ببر بابا اخو، بر بر شول. الحين ما تدرين هذا ابو صالح عرف مكاننا بالله. يا قصدك يعني ممكن تنحاش معاه؟ طبعاً ممكن وناس. أنتوا هاي جحافل باي باي. يلا بابا يلا يلا يلا، كل واحد يروح يحط راسه عند باب الخيمة وينام. يلا شنام عند الباب يعني استانس ولا ما عندي بار احنا؟ يلا قام توا قاعد ترقصون هني. يلا زافنا زافنا باي. يلا أنت هاي 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 شنو يا أبو صالح؟ يلا يلا أي أبو صالح أنت بعد روح ينام هناك. يلا هات يلا هاي مخدة. يلا يلا توكل على الله. يلا سولي لالواش. يلا اي لالواش نام نام، ذبحنا هذا والله. يلا نام. لا بشاري دوخني، اول مره اشوف يا اهل ينام على صوت بواخر. يلا نام حبيبي يلا. قاعد انومك. اه يا القهر عين يا ابو لايش. والله غهر هالحين انا اللي باني المخيم ومكيل المطبخ وجايب لهم ماكينه الكهرباء، يقول لي ما اقدر اخليك تقعد وياي. ها عمي لا تحرق قلبك، خليه يولي. شلون ما يحترق قلبي الا احترق من هذا اللي ما يستحي على وجهه. اه يا منشمي انت نايمه بالجول وانا بعيد عنك. من زمان اللي بعيد عنك مو من اليوم. لا يا حولي، هناك على الأقل أتدسم هواها، لكن هني بعيدة عني، لكن من باكر أنا رايح لها هناك بالبر. يا عمي روح. Thank you.
ربي هدينا صور مسكر الباب شلون بطلع. حشر هذيل شلون نايمين يعني ماكو طلعه ليه من يقعدون. وينك يا ابو صالح وينك يا عمري. صالح لما الحين نايم ما هي عوايده حتى حولي مو موجود. وخالد هلا ساك الله بالخير بو علي كيف حالك. الحمد لله. وين ابو صالح تمني يا اخوي قدامك ماكو احد لا هو ولا حولي. لكن سيارته برا. هل تري عندي خبر بس انها الظهر متاخرين بالنومه. هم العاده يتاخرون في نوم المغرب لكن الصبح العاده قاعدين مبكر. لا تلومه يا ابو علي الظاهر انه على حره نام مقهور عشان كذي تاخر بالنوم هو يا حولي. وانت صاج اقول هذا ابو صالح لو سكر ديوانيته صراحه بنحتاس ما ندري وين نروح. مو نحتاس الا نضيع. عيل تدري شلون خلنا ننطره. يلا حياك حياك. يلا ابو العايش تعال حق انا وياك. وين عيالك صلوا الفير؟ اي صلوا اكيد. اي اكيد. زين قولي لهم لما ماي بيغسلون ولا شيء شوي شوي ما نخلك نوقف كل دقيقه تنكر احنا بر مو بالبيت. ان شاء الله. إيه. زين وينهم هذول؟ داخل بالخيمه. زين هاي ريوقهم؟ ايه. وريوق وياهم؟ ايه وياهم. زين صك حلوجهم على ماني دقيقه خلنا غسل وجهي. ان شاء الله. هذا اخو ما راح يخلي شيء طيوش يمكن ياكل حتى الماعون ولا ياكلك. ها ان شاء الله. يلا. اي والله مقرود. الله يا ملايش الجو يهب لينن. تمنيت ابو صالح يكون ويانا. ان شاء الله ان شاء الله امنيتك تتحقق. اي متى؟ طقت شبدي. بس عص لا تفضحينا ترى ابو العايش ما يعجبها الحكي هذا بعدين انتوا للحين ما صار يعني. صباحك الخير. صباح النور. هلا ها شلونكم تمام؟ الحمد لله. اعوذ بالله. بسم الله. شنو خليتوا شيء؟ حرام عليك للحين ما تريقنا يبا. واحتباء ابوكم استحوا على ويوكم بس انت بسك. ايه بسك. ها ولك من الخوف الزيتون صار بنك حرام عليك. بس شوي شوي شنو هذا؟ انت ترى مو قاعد تاكل برا. هذا مو ريوق. هذا افتراس. انت قاعد تفترس. وحش وحش. انت قاعد ترتكب جريمه اليوم. المهم خلصوا بسرعه خلصوا بسرعه عندنا شغل سبع. يا بسرعة شغل يا بشغل تو الناس قاعد ذكرت اي من الله خير بعدين نروح تعقل الشغل. اذا ما كليته وبسرعه اشلع من شعري واحط باللبنه عشان تلوع جبوتكم. اي عطني ابني انا ما ما ما, ما اقول لا حق اي شيء بالحفره ما عندي مشكله. انت ما تجي تاكلني بعد. شنو ما تجي تاكلني؟ خل خلص شويه طقطق واحلي فيك ونخلص. يلا بسرعه بسرعه خلصوا بسرعه بسرعه ورانا شغل. يلا تعال ارتاح يا بعد عمرك. ارتاح لا تعصب عمرك. انا بعطيك شبد عيالك هذيله يعني هذه حاله بالله ما شنو شفيني انا قبل شوي ايش قايل لك انا قاعد قبل عند الحمام قاعد اغسل لي قلت لك حطي بالك صك حلوجهم على ما انا اي ابي اكل لي لقمه وراي شغل ما ابي اتعب بالشغل هناك قاعد ادور لي دكان اشتري لي بفك ما ادري شبس ما ادري شنو من الحكي. صكيت حلوجهم بغوا ياكلون ايدي. انا خايف انا خايف يوم من الايام اروح الدوام وارجع اي القى عظام وانت طايحه. النجده هلب بس هذا لا حرام يا هالو علي بعدهم صغار اسوي لك الحين ريوق. ما ابي ريوق اي ريوق خلوا شيء هذيله. انا اول مره بحياتي اول مره بحياتي اشوف زيتون ينحاش من ولد طيوش. حرام علي. الا اقول بولايش ايش رايك اقوم ادق على ابو صالح؟ يا بنت الحلال ثقلي شويه ثقلي شويه عاد انت ما صدقتها على الله. ابو صالح ريال عنده ديوانيه راعي ديوانيه يعني بيونا ناس بيروحون ناس ترى الديوانيه مو بس بالليل حتى بالنهار حتى الصبح الساعه 5 ناس عندهم دواوين قاعد شايه وقهوته وناسه وعالمه ما يصير تدق دق على كل دقيقه. زين زين اقول بولايش ليش ما تمر البرور وتشوف الباصات يمكن يطلعونهم لك. الباصات اللي بالبرور شوف اللي في البرور انا الحين بروح انا بس شنو انا عندي واحد بالربع بالبرور. هي تقول برور ايش دراني عندي واحد بالربع بالبرور بروح له وكيل عريف هو وكيل ضابط قال لي انا اذا مو بالزام انا اضبطك بكل شيء فالريال ما يقصر. لا البرور عندنا ربعنا. جزاك الله الف خير عين روح مره الحين. شنو تبي
منو هذا؟ انت شكو انت انا بس كذي قاعد اطوف، انت عاد بس شغلات قاعد ابوشها، انت عاد لا تقعدي فضحيني بعد. لا لا زي. لا بلا لا اوكي اوكي خلاص عاد بروح. يلا انا استاذن بروح برور بروح ابره. يلا سمعوا انتوا ايه شباب، خلصوا اكلكم بسرعه، بروح اغير هدومي وبرجع. اذا لقيتكم للحين قاعد تاكلون كل واحد فينجر على بطنه بخليه يرجع لي اكله كله، سامعين؟ يلا بسرعه. تفضل عمي. احسنت. تفضل عمي. عشت صالح. ايش فيك يبا؟ عسى ما شر. ما شر. اي ما شر، واحنا بنقعدنا الحين يا ابو صالح، انت ويانا، انت بوادي وحنا بوادي. باين علي. اكيد مبين عليك. مو شفتوا فيني عاشق، مو كذي؟ تقدر تقول كذي. العاشق ذباح يا ابو صالح. وهذا اللي رايح يصير مصالح، لا يكون على نفس الموضوع بس. وانا عندي غيره يا جماعة، ما ادري بمين ابتدي ومين انتهي. انا سالفتي سالفة ما ظني احد يصدقها، لكن قررت. ايش قررت؟ اترك الديرة. تترك الديرة وتاجر؟ لا اقعد بالبر. ابطل افتح يلا افتح افتح. ايش صار اخوي زف؟ نزلوا الاغلاط هذه كلها، دافع دم قلبي فيهم انا. والله خلي ساعه قاعد اجي دراولنا عاش دراول عندكم انا. بننزل يلا. ليش تزفني ابو صاير وحش؟ ليش تزفني؟ التليفون على هذه بعد، خلنا نشوف التليفون منشمي كم. الو الو منشمي احاكيك، اعطيني اعطيني ملايش، اعطيني ملايش بسرعه. يلا بسرعه نزلوا الاغراض يا يبا، خلصونا عاد. ايوه ان شاء الله. يلا بسرعه بسرعه. زين الو الو ملايش، هلا يبا ملايش احاكيك، ابشرك البيت تاجر. وبكم اجرته؟ ب 350 دينار. الحمد لله نعمه. زين بكم خليت العقد؟ يعني مثل ما نبي نطلعهم؟ ايش تراني انا؟ انت ابخص بالعقارات، انت تعرف هالشيء. ايش تبين؟ زين انت الحين وينك في؟ بالشارع. ليش؟ عسى مو مبنشر. اي بضاعة، اي بضاعة. اي خلاص عيل، دير بالك على العيال. يلا مع السلامة. سمعيني، ما قالت شيء عن الباصات؟ لا ما ياب سيرة ولا عن البضاعة اللي جايبها. ما يحب يقول عن البضاعة عشان لا حد يحسده. الله يستر. بس أقول منشمي، نعم. شو رايك أقول لك حزاية؟ إي قولي. صدق؟ شنو الشيء اللي أخضر بالسوق أحمر بأمك؟ عطيني موت. ممكن أتصل بصديق؟ أي صديق بعد اللي تتصلين فيه؟ بعد منو غيره؟ ريلي ابو صالح. لا اعطيني لا صديق ولا شيء، خلاص انتهى البرنامج. ويه دائما كذي تسوين فيني. يعني مطبل.
لا بالله هذه اخرتي انا، هذه اخرتك يا ابو لايش، بعدنا ابوك وشراقيات. والله فشل والله الحين، ما راح يعرفنا هالشيء ايش بيقول عليه. اي اشبالي فاسد، اخر عمري دمبكشي. أقول يا أبو صالح، حط بالك على نفسك من البرد، تلحف عدل، ترى مكلمك خبرة. اللي توصي حريص يا رجال. ولا تضايق يا أبو صالح على فراقنا وشوفتنا. لا يا الحبيب يا الغالي، إلا بروح أشوف الغالية أبرك لي منكم، وانتو إن حبيتوا وتيون الدوانية تعالوا تيمعوا، وهذه مفاتيح الدوانية. خير إن شاء الله. فما الله فما الله فما الله يا ابو صالح، فما الله، حياكم الله. حولي. نعم عمي، نعم نعم عمي. خلاص؟ اي نعم عمي، خلاص عمي. بس اخ ابو لايش، عمي ابو لايش ما يخليك تنام هناك بالمخيم. عندك القلط؟ اي نعم عمي، اذا ما خلاني انام. ها ها اقلصه هو ويا المخيم وحذفه برا. حرك حرك يلا. ترقيش ترقيش. وين راحت هذه؟ وين تلفت؟ وين تلفت في هالبر؟ وين؟ عاش ابوي. ابوي عاش. عاش ابوي. ابوي عاش. عاش عاش عاش. حرب قامت واحدة من جنتين، يا حرب يا بشاير خير. Bye 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 bye.